الرجل فعلا كان سبب في هداية ناس كتير، وإن كان ما فعله بنا من الإيذاء وغير ذلك من هذه الأمور كثير جدا، لكن لم يمنع أن هو استفاد من الناحية المادية كثير جدا. المال اللي خدها من القذافي دي ثابتة وموجودة، صحيح، مبالغ كبيرة من القذافي، له هو شخصيا من القذافي لما قال له يا فارس الأمة، أخذ بالك إزاي؟ صحيح. والملايين اللي أخذها لقناة الرحمة، الملايين اللي راحت لقناة الرحمة كتير جدا جدا، صحيح. يعني اللي احنا نعرفه كتير، أخذ بالك إزاي؟ تبرعات كثيرة جدا جدا راحت. يعني أنا أحد الإخوة مرة بيقول لي يعني أيليق بشيء مفترض فيه الزهد إن يكون راكب عربية تمنها 1.5 مليون؟ صحيح. طب ما واحد يشوفه كده هيقول فيه إيه؟ يعني العربية واحدة عامة. إحنا بنتكلم عربيات كتير، لكن الأخ شاف العربية دي. صحيح. هو راح يقعد جنبه. صحيح. فبيقول لي والله من عربية واحدة. بيقول لي عربية، لا ساعة ما شفت الشيخ العربية، إيه ده؟ ده 1.5 مليون ليه؟ أخد بالك إزاي؟ أنا نفسي أخاف إن الواحد يبقى، يعني إحنا معانا عربية، العربية دي بحوالي 60-70 ألف جنيه. متربيه. ازاي؟ أنا بقول للراجل لو أنا جبت عربية أكتر من كده أحس إن عليا أوزار الديني. أنا راجل شيخ بأدي بها مصلحتي. إنما لو زادت على حد، كل الناس ساعة ما تشوفها تقول لها إيه ده؟ أقول لك والله حالي. أما الشيخ يتجوز أكتر من 20 حرم. أخد بالك إزاي؟ أقول لك والله ده حلاله. أخد بالك إزاي؟ لكن مصداقية دعوة والزهد اللي بينزل الدموع فيها من عين الواحد قدام الكاميرا. أخد بالك إزاي؟ أجمعها إزاي دي؟ افهمها ازاي؟ في وفات لازم الناس تفوق ولازم هم يرجعوا، لان المفترض من الداعي الزهد، والزهد الواحد بيقول كده. احنا بالنسبه لينا كبشر، حتى انا بقول لك القضيه مش لك، واحد يقول لك طب وماله يا اخي ايه الاشكال؟ تم الممثلين بياخدوا والناس دي بياخدوا والحاجات دي بتجيب فلوس، بس هو يعلم جيدا ان فيه من شباب الامه اللي ممكن عدى ال 35 والاخوات اللي ما اتجوزوش ومحتاجين حاجة تسندهم أو تقف معاهم حتى للزواج. حتى للزواج. هو يعلم جيدا إن الشباب ده كله لن يقتنع بكلام واحد يتكلم في الزهد في الحياة وهو راكب عربية 8.5 مليون. صحيح. أنت خبالك إحنا الأمور دي ما تجيش، يعني نقول هو الثلاثة مع بعض. فالله يعني أنا ما أقدرش أقول لك بالضبط القضية علشان ما يكونش قدح في الشيخ نفسه، لكن أنا بقول لك صلحوا أوضاعكم، لأن ليس القصد من ذلك أنني أهدم واحد يقول لك ده جهده خلاص ارموه في البحر، لا انا بقول يا ويتوب لربنا سبحانه وتعالى. ان ما كانش كده والله انت حرين خلاص قدام ربنا سبحانه. انا قلتها والموضوع لا نخشى من ماذا لو لم يغير سلوكه ياثم.